هذا ويقدم المركز الإعلامي المرافق لمعرض البحرين الدولي للطيران العديد من الخدمات للصحفيين من أجل تسهيل مهمتهم في نقل هذا الحدث إلى الجمهور الضخم. قرابة 200 إعلامي حضروا اليوم من وسائل إعلامية عالمية لتغطية المعرض. ما يقارب 200 إعلامي من مختلف المؤسسات العربية والدولية جاءوا لتغطية معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الرابعة. طبعا هاي مشاركتنا الرابعة في معرض بحرين الطيران الدولي. نشوف هذه السنة بالنسبة للترتيبات الأمنية أفضل، انسيابية الحركة المرورية أحسن، الإعلاميين طبعا كلهم مرتاحين من الفاسيلتيز الموجودة المرافق سواء كانت على مستوى المركز الإعلامي أو حتى خارج المركز الإعلامي. التنظيم ممتاز كالنسخ الماضية. لدينا مجموعة من المرافق والخدمات التي تسهل علينا القيام بعملنا وإرسال القصص والأخبار. المركز الإعلامي للمعرض يقدم خدمات الاتصال للصحفيين، كما يضم قاعة لعقد المؤتمرات الصحفية، إضافة إلى تخصيص أماكن لإنتاج الأخبار. يتميز معرض البحرين الدولي للطيران بوجود مركز إعلامي متكامل يقدم جميع التسهيلات للإعلاميين المشاركين في التغطية للحدث، وبما في ذلك خطوط الانترنت، خطوط الفاكس واللاندلاين، وكذلك مركز مؤتمرات متكامل تعقد فيه المؤتمرات الخاصة للمعرض. عندنا تقريبا 200 صحفي جاي من برا البحرين، فاجراءاتهم تسهيلهم هاي كلها موجوده. المؤتمرات الصحفيه طبعا عندنا يعني قاعه المؤتمرات الصحفيه نتعاون مع الشركات المشاركه في المعرض على اساس ان اي وقت اللي عندهم مؤتمر يكون موجود عندنا في المركز الاعلامي، ونخبر طبعا الصحافه على اساس ان الجداول وكذا ويكونون على علم يعني بالمؤتمرات اللي بتصير. ومن المقرر أن يعقد داخل المركز الإعلامي لمعرض البحرين للطيران ندوة لاتحاد النقل الجوي الدولي حول برنامجه الجديد لتقييم مقاييس السلامة. يأتي المركز الإعلامي لمعرض البحرين الدولي للطيران هذه السنة ليقدم خدمات متكاملة للإعلاميين بهدف تسهيل مهمتهم في نقل هذا الحدث الهام. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.